واحد حمال قال له: من أبوك؟ قال: أبي فلان، رجل معروف، له مقام، له صيت. فقال هذا الرجل: نعم الأب وبئس الابن. هذا الأب اللي إلى هذا المقام وهذه المنزلة وأنت هالشكل في هذا المستوى حمال. فقال الرجل: لا تقل هكذا، قل نعم الجد وبئس الأب. قال: لماذا؟ قال: لأن جدي خرج والدي بهذه الكيفية ووالدي خرجني بهذه الكيفية، فقل نعم الجد وبئس الأب. الآباء حقيقة إحنا الحمد لله بالمقدار اللي نملك من الإيمان والتربية والأخلاق تربية آبائنا، فكانوا نعم الآباء، فينبغي أن نكون نحن أيضا نعم الآباء لأولادنا وأجيالنا اللاحقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك.